برحب بيكم مشاهدينا وعين على البرلمان، حلقة جديدة بتابع فيها كل أخبار مجلس النواب. هنتابع آخر أخبار زيارة الرئيس السيسي كمان لكوريا الجنوبية في آخر محطات جولته الأسيوية. هيكون معنا في الفقرة السابتة فقرة جولة نائب مع حسين عشماوي عضو مجلس النواب عن حزب الوفد في الأليوبية، ده أثناء بحث مشاكل المواطنين وحلها. كمان مستمرين في فتح ملف التموين، وهيكون ضيفنا في الاستوديو الأستاذ ماجد نادي المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين علشان نعرف منه إيه المشكلة بالظبط وإيه الجديد في حل مشاكل نقص السلع التموينية اللي لسه مستمرة. منتظرين مشاركاتكم معانا طول الحلقة عن طريق الأرقام اللي بتظهر طول الوقت على الشاشة أمام حضراتكم علشان تشاركوا برأيكم وتقولوا لنا إيه هي المشاكل اللي بتواجهكم. كمان اللي عنده فيديو أو صور بترصد وضع سلبي أو سيء في أي مكان أو أي ظاهرة سلبية ياريت يبعتوا لينا على رقم الواتساب كمان اللي ظهر قدام حضراتكم على الشاشة. وهبدأ معاكم سريعا بالأخبار المتعلقة بالرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد مباحثات مع نظيرته رئيسة كوريا الجنوبية في سول، تركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتشجيع الاستثمارات الكورية في مصر، خاصة المشروعات القومية الجديدة وعلى رأسها مشروع محور تنمية قناة السويس. كمان تناولت المباحثات القضايا الإقليمية في منطقتي الشرق الأوسط وشرق آسيا والتعاون المشترك في جهود مكافحة الإرهاب. شهد الرئيس السيسي والرئيسة الكورية الجنوبية توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين وزارة التعاون الدولي والصندوق الكوري للتعاون الاقتصادي والتنموي والتعاون المشترك في مجالات التعليم والعدالة والتجارة والصناعة وتطوير الموانئ. كمان تم توقيع قرض بين هيئة سكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد الكوري، والأخيرة مذكرة تفاهم بين بنك الاستيراد والتصدير الكوري والحكومة المصرية بشأن إتاحة حزمة تمويلية لمصر بقيمة 3 مليارات دولار. أستاذ علاء حيدر من كوريا الجنوبية رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ضمن الوفد الإعلامي المشارك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في الزيارة. أستاذ علاء برحب بحضرتك. أهلا وسهلا، أهلا بيك. تحياتنا. عايز أعرف تفاصيل أكتر عن أجواء الزيارة والاتفاقيات المصرية الكورية. إلى جانب طبعا سعادتك اللي هتحدث النهاردة عن 9 اتفاقيات دلوقتي حالا دلوقتي قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى مجلس الأعمال المصري الكوري، ده اللي عامله رجال الأعمال، ده رجال أعمال من جانبين المصري والكوري حضروا جانب كبير من رجال الأعمال. اتحدث فيه غبور، انت عارفين غبور ليه لديه صناعات مشتركه مع الكوريا، وتحدث رئيس كثير من رجال الاعمال في الشركات الكوريه هنا قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقعوا 5 مذكرات تفاهم النهارده فيما يتعلق بالكهرباء والصناعات والطاقه وحتى في حاجه مهمه جدا في احمد الوكيل اللي هو رئيس الغرفه التجاريه المصريه، وقع اتفاقيه بين مصر وكوريا عن الغرفة التجارية الإفريقية، هو طبعا هو رئيس الحالي للغرفة التجارية الإفريقية، ولذلك وقع اتفاقية مع كوريا في أحد الاتفاقيات الثلاثية لتستهدف يعني أن تكون مصر مع وإفريقيا في جانب ومع الدول الأخرى لها شراكة ثلاثية مع الدول الأخرى في إطار سياسة مصر الجديدة، وهي أن يكون هناك تعاون مشترك بين مصر وبين إفريقيا من خلال طرف ثالث. فدي كانت في غاية الأهمية، لأن مصر عندما تتحدث طبعا زي ما احنا عارفين الأفارقة كانوا دايما يتهمون مصر بأنها لا تهتم إلا بمياه نهر النيل، لكن النهارده احنا بنهتم ان احنا يكون لدينا مصالح مشتركه مع الافارقه لكي نستطيع ان نحصل على حقوقنا ونعطيهم حقوقهم ويكون هناك علاقات جيده مع الافارقه بعد ان بداوا طبعا في انشاء في اثيوبيا بالذات سد النهضه، وده في هيصب في مصلحه مصر لان مصر بدات تخدم نهر النيل ان شاء الله بمستخدم في التجاره بين الدول الافريقيه، وهذا سيؤدي الى حرص الدول الافريقيه طبعا بالذات اثيوبيا وجنوب السودان ان هو يكون هناك مستوى عالي من نهر النيل، يعني مستوى مياه في نهر النيل لكي يكون هناك تجاره بين البلدين بين مصر والسودان واثيوبيا، خاصه وان اثيوبيا دوله ليس لديها موانئ، دوله حديثه بيسموها ما عندهاش ميناء على البحار، احنا عارفين بعد ما انفصلت اريتريا عن اثيوبيا لم يعد لاثيوبيا ميناء، فممكن اللي مصر تستهدفه في المرحله الحاليه ان تكون موانئ مصر او نهر النيل هو الميناء بالنسبه لاثيوبيا عن طريق الموانئ المصريه، خاصه بعد ان يكون هناك احنا عارفين المرحله القادمه بيكون هناك تصنيف في الموانئ، وحتى دلوقتي في مذكره تم توقيعها النهارده الاطار النهوض بالاقتصاد المصري، احنا عارفين ان محور قناه السويس بيقوم على
موانئ كثيره طبعا الى جانب بورسعيد والسخنه برضه ميناء الاسكندريه سيدخل، لان النهارده تحدث رجال الاعمال منهم رئيس شركه هونداي وبعض الشركات الكوريه الاخرى تحدثوا عن ان وجود الموانئ وموانئ تستطيع ان هي تنقل البضائع المصنعه المصريه الكوريه الى الاسواق الخارجيه سيساعد كثيرا كوريا انها تستطيع ان تزيد استثماراتها في مصر. وبالفعل كوريا لديها كثير من الاستثمارات في مصر، وترى ان مصر سوق واعد 90 مليون النهارده تحدثنا عن 90 مليون في داخل مصر، في كمان 10 مليون مصري في الخارج بتتكلم عن سوق فيه. ولذلك هناك اهتمام كبير جدا من جانب كوريا. انا شايف حتى النهارده احنا حضرنا دلوقتي لقينا ان كنا مش لاقيين حتى نقعد، بالنسبه لرجال الاعمال كانوا بكثره من الجانب الكوري بطريقه اثارت في انتباه الجميع. يعني ممتاز، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الاستاذ علاء حيدر رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. ده كان ملخص سريع لاجواء زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا الجنوبيه وتوقيع اتفاقيات اقتصاديه في نواحي شتى ونواحي مختلفه. نروح لفاصل سريع ونرجع تاني لحضراتكم نستكمل بقيه اخبارنا. من جديد أهلا بحضراتكم. بتستعد اللجنة العليا للانتخابات للاجتماع للتجهيز لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد مجلس النواب في دايرة طلخة ونبروه بمحافظة الدقهلية بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة امبارح من المجلس بموافقة 465 نائب، وده بعد ما اللجنة استلمت تقرير من مجلس النواب عن إسقاط عضوية عكاشة علشان يتم إجراء انتخابات تكميلية في الدائرة خلال 60 يوم من استلام التقرير. قالت مصادر قضائية أن إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة من البرلمان تعني عدم السماح له بالترشح مرة أخرى للانتخابات التي ستجرى لشغل مقعده. هنحاول نسمع رأي الخبراء القانونيين في مدى ما أثير امبارح من جدل بشأن إمكانية أن يعود مرة أخرى أو يترشح مرة أخرى طبقا للقانون. يعني كلام كده تردد كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بيقول ان هو احتمال طبقا للقانون يقدر يرشح نفسه تاني من خلال اي مخرج قانوني او اي تشكيك في دستورية ما تم. الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد قال ان الهيئة العليا للحزب هتعقد اجتماع يوم الحد اللي جاي لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالحزب. كمان قال ان الاجتماع هيتناول اذا كان الحزب هيدفع بمرشح في دايرة طلخة ونبروه، ذلك بعد خلو مقعدها بعد اسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة من البرلمان، ويتم مناقشة القرار مع الأمانة العامة للحزب بالمحافظة ودراسة الأسماء التي قد يتم الدفع بها في انتخابات الدائرة والمقرر لها أن تجرى خلال الستين يوم القادمة. أكد كمان أن الهيئة البرلمانية للوفد وهيئته العليا لن تقبل شرط نسبة 25% في المادة 97 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الخاصة بتكوين الائتلافات. وافق مجلس النواب خلال جلسته امبارح على تشكيل اربع لجان لزياره سيناء والوادي الجديد وبلاد النوبه ومطروح. قال حسام رفاعي عضو مجلس النواب بدائره العريش بمحافظه شمال سيناء ان اللجنه المقرر تشكيلها لزياره سيناء هتدرس جميع الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه والتنمويه هناك، بالاضافه لدراسه المشروعات والمقترحات لوضع حلول جذريه على ارض الواقع وعرض تلك المقترحات على المجلس. قال النائب ان نواب محافظتي شمال وجنوب سيناء سيجتمعون في المجلس يوم الاحد القادم مع وكيلي المجلس سليمان وهدان والسيد الشريف لتحديد اللجنه وعدد النواب اللي هيشاركوا في الزياره ووضع الدراسه لكل الاوضاع. في فقرتنا السابتة زي ما حضراتكم عارفين فقرة جولة النائب بنعرض مشاكل إحدى القرى، بيكون مع الأهالي النائب اللي في دايرتهم علشان يحاول يلاقي ليها حلول أو يقدم بشأنها طلبات إحاطة. إحنا معانا النهاردة حسين عشماوي عضو مجلس النواب عن حزب الوفد في اليوب بمحافظة الأليوبية أثناء جولته في قرية سنديون للتعرف على مشاكل الأهالي والعمل على حلها.
مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين. في إطار فقرتنا الثابتة جولة نائب، قطار الجولات توقف في قرية سنديون التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية لرصد مشاكل أبناء هذه القرية، كما رصدناها العديد من المشاكل من خلال أبناء القرية في جولة للنائب حسين عشماوي ابن ومركز القليوبية. برحب بحضرتك سيادة النائب. أهلا وسهلا بيكم في أكبر قرية نموذجية على مستوى مركز قليوب، قرية سنديون. أهلا بحضرتك فندم، ونستأذن طبعا السادة الضيوف وأبناء قرية سنديون ناخد أراءهم وعرض المشاكل المختلفة، ونرجع لحضرتك فندم تعقيبا على هذه المشاكل. بتعرف بحضرتك حاج يحيى عبد الغفار وهدان من قرية سنديون. أستاذ يحيى، بسأل حضرتك فندم، يعني في مشكلات كتير، أهم مشكلة حضرتك بتؤرقك هنا وبتعاني منها هنا إيه فندم؟ القرية رقم واحد في على مركز اليوب في القرية النموذجية هي سنديون، ورغم ذلك فيها إهمال من ناحية الخدمات. رقم واحد مثلا النظافة، الزبالة موجودة، لا القمامة موجودة على الشوارع وفي الترع، والحاجات دي مما بتؤدي لتلوث وتلوث في البيئة وتؤدي لأمراض وحاجات تانية كتيرة جدا. يعني مشكلة القمامة فندم. تمام، أتعرف بحضرتك فندم؟ إبراهيم عبد العزيز، قرية سنديون. أستاذ إبراهيم، بالنسبة لحضرتك من وجهة نظرك أهم مشكلة هنا بتعاني منها؟ بالنسبة للسلع التموينية، بنروح أي واحد بيروح عند بقال عشان يصرف تموين بتاعه، ممكن 3-4 سلع مش موجودين بكره بعده بكره بعده، واحنا طبعا معظم الناس الاهل الموجوده هنا ناس فقراء وناس على الله ومحدود الدخل، فطبعا دي بنعاني منها مرارا وتكرارا، مش بريده شهر ولا 2 ولا 3، دي من فتره كبيره. يعني نقص السلع الغذائيه، ما بتلاقوش السلع. بناخدها بس على مراحل وعلى فتره كبيره. طبعا ده مش ما ينفعش كل، طبعا عندنا في كل بيت في اسره ومكونه من فرد واثنين وثلاثه، فطبعا ده بيبقى كاهل على وعبء على المواطن. فاحنا بنطمع بقى في سياده النائب، ونطمع فيه ان هو يشوف المسؤولين ويتصرف معاهم ان شاء الله. ما تعرف بحضرتك فندم؟ عبد الحسيب عبد الخالق الشيخ خليل. اتفضل حاجة عبد الحسيب. أهم مشكلة، أهم مشكلة عندنا هنا في مستشفى عندنا كان فيها أحدث معدات، وللأسف مبنية ومجهزة وتخدم الطريق السريع قبل ما تخدم أهل البلد. إحنا هنا عندنا الحوادث مفيش أكتر منها بالنسبة للشباب اللي بيروحوا المدارس أليوب، واللي بيروحوا طوخ وبنها وبيعدوا الطريق، والحوادث وتيجي تودي يقول لك مفيش ولا في أليوب ولا في طوخ. إحنا عندنا مستشفى مجهزة، طب بنتوها ليه؟ صرفتوا عيب على الدولة ليه مثلا؟ يعني ما يبقى فيها دكاترة، ما يبقى فيها دكاترة عشان الناس تتعالج بدل ما يطلع على قليوب. وهنا في البلد في ناس هنا بتبقى تعبانة بالليل بنجري ويدخلونا جوه مصر وما فيش حد بيقبل. فطبعا ما ينفعش، ده قرية نموذجية من 30 سنة وكان فيها عمالقة في شغالة في الحكومة من البلد من هنا، وبلد الشهيد نمرة واحد، أول واحد شهيد فيها في البلد هنا محمد مسعد، أول واحد. يعني كده حرام، مفيش حد باصص للبلد دي خالص. وبعدين على الطريق السريع، يعني مثلا مش محذوفه جوه في خلجان ولا ده، على طريق رئيسي، على طريق رئيسي. يعني المحافظ بيعدي من عليها، رئيس الجمهوريه بيعدي من عليها، رئيس الوزراء بيعدي من عليها، الوزير بيعدي من عليها. فطبعا انا حرام يعني اما يبص البلد دي. وبعدين يعني عدد سكانها عدوا عن ال 90,000. تمام، نشكرك حاج، نشكرك، شكرا جزيلا. بتعرف بحضرتك صلاح حسب الله من اهالي قريه سنديون. صلاح حسب الله من اهالي قريه سنديون. اولا برحب بحضرتك وبرحب بقناه الحياه وبوجود سياده النائب معانا. المشكله الرئيسيه عندنا هي الصرف الصحي. الصرف الصحي طبعا يعني قريه سنديون قدمت لمصر اول شهيد في حرب اكتوبر الشهيد محمد حسين مسعد، قدمت رخر السم كاريكاتير احد مؤسسي اخبار اليوم مع الاستاذ مصطفى امين وعلي امين، ورغم ذلك لا تلقي بالا من اهتمام المسؤولين. أدارت الحكومات السابقة ظهرها لقرية سنديون، فقرية سنديون قرية نموذجية بها وحدة محلية قرية أم، ورغم ذلك مهملة من خلال الصرف الصحي. يوجد لدينا ترعتين، ترعة خليج الشامي وترعة أبو المنجة، معظم الأهالي بتصب صرفها في الترعتين في وثيقة بحماية النيل. احنا ما بنلاقيش الكلام ده موجود إلا على الورق. المزارع أصابه تلوث من خلال الفشل الكلوي والتهاب الكبدي. تعتبر سندون هي سلة الغذاء في القاهرة الكبرى، ورغم ذلك المزارع لم يجد من يعالجه. أصيب أيضا الزارع من خلال تلوث المياه، الصرف الصحي بالقرية. شكرا جزيلا. يعني سيادة النائب، تعليق حضرتك يا فندم على هذه المشكلات وما يمكن أن تفعله لحل هذه المشكلات؟ نبتدي بمشروع الزبالة.
تمام. النهارده احنا دلوقتي اهلا بيكم الاول في اكبر كره. اتفضل. كره من كره مركز اليوب، وزي ما قال دلوقتي ان دي قريه نموذجيه، هي فعلا قريه نموذجيه. اكبر قريه على مستوى المركز هي قريه سنديون. اذا كان قال لك قريه الشهيد، قريه الشهيد في عمالقه وفي ناس محترمه وفي ناس عندهم اليات وقدره وفكر ان هم يقدروا يعملوا حاجات كويسه قوي. فيما يتعلق بالزباله او بالمخلفات اللي عندهم، انا بناشد الاجهزه المعنيه، رئيس الوحده هو فعلا بدا النهارده يتطرق لموضوع تدوير الزباله في كل القرى، مش قريه سندون لا لا، في كل القرى. فاحنا عاوزين ننمي جمعيات التنميه المحليه في كل قريه، يا ريت يتبنوا هذا الموضوع بالمشاركه وبالمساعده مع الوحده المحليه المركز ومدينه اليوم. ده رقم واحد. رقم اتنين هنتكلم في موضوع المستشفيات. هو يعني اشار الى موضوع المستشفيات، هو كلامه مظبوط. احنا عندنا مستشفى هنا في قريه سنديون من المستشفيات تحت اسم الوحده، وحده الاسره ومركز طب للاسره. انا بناشد كل الاجهزه، كانت في بعض المعدات وبعض الاجهزه في هذه المستشفى، لكن بقى لها اكتر من سنه مش متوفره ومش موجوده. ايه الاسباب اللي ادت لعدم وجود هذه المعدات وخرجت المعدات الطبيه خرجت من هنا؟ هم هيرد علينا الساده المسؤولين. رقم اتنين، ان المستشفى دي من ضمن المستشفيات اللي كانت مجهزه ومؤهله لهذه القريه. القريه دي في عدد كبير جدا من طبعا مواطنين، واعتقد الناس كلهم غلابه هنا قوي. احنا في قريه ناس غلابه محتاجه العلاج. النهارده الراجل الفقير هي صحته، يعني راس ماله كله صحته. أما أنا كأجهزة معنية في مستشفى من هذه المستشفى اللي هي الوحدة اللي موجودة، أنا بطالب بيها، أنا بطالب إن المستشفى دي تتحول لإما مستشفى اليوم الواحد، جراحة اليوم الواحد، لإما مستشفى تكاملي. يعني كل المواطنين اللي موجودين في هذه القرية أو اللي حواليها أو العزب اللي جنبها يجوا يتلاقوا خدمة صحية. أنا بناشد كل الأجهزة المعنية، وبرضه بناشد السيد وزير الصحة، لابد إن احنا نراجع ملف المستشفيات كله في المركز. المستشفيات في مركز اليوب محتاج إعادة تطوير من تاني، أو إعادة هيكلة من تاني. فعشان كده أنا بتكلم بقول المستشفيات لابد نراجع. أما فيما يتعلق بالنسبة للتموين، لا، للتموين ده مهم جدا، لأن النهارده بيتفاجئ النهارده المواطن الغلبان عشان النهارده ياخد فرق سعر النقاط او ياخد فرق النقاط بنقاط الخبز من اي سلعه تموينيه من اي تاجر، بيتفاجئ ان هو بيدوله مكرونه، بيدوله صلصه، بيدوله تونه، بيدوله مربى. الناس مش عايزه كده، الناس عايزه زيت، عايزه سكر، عايزه رز، عايزه الاساسيات بتاعه ربيه الاسره. طب انا هجيب ده كله ده منين؟ فيجب للسيد الوزير، إذا كان في منظومة بقالها شهرين بدأت تنهار. أنا بناشد السيد الوزير يا ريت يرجع نظام الماديات من تاني، يدي للتاجر قيمة. يعني أنا ليا 40 جنيه فرق نقط، يديها للتاجر، التاجر بيجيب اللي هو عايزه المتوفر أو اللي هم مستهدف من السلع الأساسية، ويديها للمواطن. يبقى المواطن النهارده عنده فرصة. فانا بحاول بقدر المستطاع. اما موضوع الاهم الصرف الصحي، البلد النهارده هذه القريه، يمكن بقول تلت سيادتك في سياق كلامي، دي من اكبر القرى موجوده في المركز، هي اكبر بلد لغايه دلوقتي ما اتعملهاش. انا تبنيت هذا الملف وخدت معايا فعلا الملف، واتوجه به لوزاره السكان، واتوجه به للسيد وزير الزراعه والسيد وزير الري، واعتقد ان هم مشوا في طرق تمهيديه. أنا خدت ما انتهى إليه هم، وأنا هضطر أوصلها للأجهزة المسؤولة. لابد إن يكون في صرف صحي في هذه القرية، لابد. يعني أنت عارف يعني إيه قرية بدون صرف صحي في الوقت ده؟ إحنا خلاص الحمد لله في الصباح اشتغلت، في بعض القرى اشتغلت، في طنان، بس محتاجين مساحة، فالمساحة دي موجودة. فهم هياخدوا سنديون وحلابة وكفر السبيل، وإن شاء الله محطة المعالجة هتتعمل في الحلابة. فاحنا ان شاء الله بطمنهم ان شاء الله احنا واخدين الملف
ومصعدينه للاجهزه المعنيه والساده الوزراء، فان شاء الله انا بطمنهم اهو ان شاء الله هيتعمل صرف صحي في هذه البلد. واحنا بنضم صوتنا برضو لصوت حضرتك يا سياده النائب ان احنا نوصل الرساله دي للمسؤولين ان هم ينظروا لهذه القريه واحده من اكبر القرى في محافظه القليوبيه. الى ان نلتقي في جوله اخرى اشكركم واعود الى استوديو عين على البر. من جديد اهلا بحضراتكم عين على البرلمان. الفقره الاخيره فقره الحوار المتعلق بقضيه التموين النهارده اللي بناقشها مع ضيفنا الاستاذ ماجد نادي المتحدث الرسمي باسم نقابه البقالين التموينيين. برحب بحضرتك مشرف. اهلا بحضرتك يا فندم. استاذن حضرتك بس لان جالنا ورد لينا خبر عاجل ان المستشار مجدي العجاتي وزير الدوله للشؤون القانونيه ومجلس النواب قال ان الحكومه هتعرض البرنامج على البرلمان يوم 19 مارس الحالي. قال ان هناك اتفاق مبدئي على ان هذا اليوم ليكون البرلمان ارسل اللائحه الى مجلس الدوله، موضحا ان الحكومه جاهزه ببيانها الا ان البرلمان هو الذي لم ينتهي من لائحته. وحول آلية صرف رواتب الموظفين المدنيين بالدوله اكد المستشار مجدي العجاتي ان كل الموظفين صرفوا رواتبهم بالفعل وأنه لا يوجد لغط في هذا الصدد، مشيرا إلى أن احتساب المرتبات يتم بناء على القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية. ده بيان الحكومة على لسان المستشار مجدي العجاتي. إذن يوم 19 مارس هو الموعد المرتقب لعرض بيان الحكومة على مجلس النواب علشان نسمع نشوف إيه هي الحكومة وخطتها وهتعمل إيه، ومجلس النواب يكون انتهى من اللائحة الداخلية، واتمنى كمان ان هو يكون خلص موضوع اللجان. برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك. ايه موضوع التموين بقى؟ دلوقتي كلنا فرحنا بالمنظومه بتاعه التموين من فتره، فرحنا بالفكر الجديد في موضوع السلع التموينيه، والناس بقى من حقها تاخد حاجات كتير، ما بقتش ثلاث اربع سلع، وبقى في كروت ذكيه وكل استبشر خير. وكل قال ان ده يعني فكر متطور وفكر جديد واسلوب بيحقق للمواطن حاجات كتيره جدا، مش بس حصره في سلعه او سلعتين او ثلاثه او اربعه الرئيسيين اللي بنسمع عنهم بقالنا 50 سنه. فجاه بدات تطلع مشاكل. المشاكل ديت من وجهه نظرك متعلقه بالمنظومه ولا متعلقه بان السلعه نفسها مش متوفره؟ لا، هقول حاجه بس اللي زمان حضرتك قلته يا استاذ شريف، هي المنظومة كلها طلعت بفرحة وفكرة وتنتمي صاحب الفرحة الدكتور خالد حنفي ولا يوجد طرف تاني. صحيح. عشان يعني ياخد حقه. صحيح. وهو اللي عمل الفرحة وهو اللي عمل المنظومة وهو اللي عمل النجاح ده كله في وقت ما حدش يعرف يعمله. لكن عشان أكون أمين معاك، جه في آخر قرار، جه قرار خاطئ. مفيش نقص سلعة. مفيش نقص سلعة؟ أنا هقول مفيش نقص سلعة. ليه حصل نقص السلع؟ المنظومة التموينية شقين، شق ما بين سلعة التموينية لكل مواطن 15 جنيه للفرد حسب عدد الأفراد الموجودين في البطاقة. وبدل نقاط الخبز شق تاني اللي هو كل مواطن بيوفر رغيف عيش بياخد عليه بريزة. هشرح المنظومة عشان أقول ليه المنظومة كانت ناجحة وليه المنظومة جت بعد كده راحت كلها وقعت. فكله في الآخر كان في إيد وزير. تمام. لكن انت دلوقتي حطيت قاعده مفيش نقص سلع. لا، مفيش نقص سلع. مفيش نقص سلع. مفيش نقص سلع. تمام. وهقول لحضرتك اللي حصل. جه الدكتور خالد حنفي عمل منظومه العيش اللي بدل نقاط الخبز عن كل مواطن فيه رغيف هيسيبه يدعمه للدوله. يدعمه للدوله. ما هو المواطن دلوقتي هو اللي بيدعم الدوله. تمام. بدل ما باخد ب 50 رغيف، لا، هاخد 20 واسيب للدوله ال 30 التانيين. فبيسيب ال 30 التانيين للدوله دول بحوالي 6 جنيه، وهو ياخد من التانيين دول من ال 30 دول 3 جنيه. تمام. فكان بيدعم الدوله. تمام. والدكتور خالد حنفي عمل معانا اتفاقيه، هات لكل هات السلع اللي انت عايزها للمواطن. وكل منطقه حسب احتياجات المواطن بتاعها، يعني مثلا الارياف فما ينفعش يجيب ميه معدنيه وما ينفعش يجيب عصاير. فكان كل تاجر بفكره بيجيب حسب احتياجات المواطن بتاعه. فكنا بنجيب كل حاجه. فدينا نشتغل بالمنظومه. كبرنا محلاتنا، وسعنا محلات، عملنا سوبر ماركات، جبنا ثلاجات، واشتغلنا على هذا الفكر. وبدينا ماشيين في الطريق ده، جبنا كل السلع للمواطن. المواطن يجي يضرب بطاقته، كان ليه 50 جنيه بدل عيش وليه 60 جنيه تومين، يبقى دي 110، خد اللي انت عايزه.
خش اختار بال110 اختار اي حاجه. وعايز اقول عايز انا اسف ممكن بيقول لك انا محتاج بامبرز خد بامبرز ايه المشكله انت دي فلوسك مش فلوسي وانت محتاج ان انا اجيب لك اللي انت عايزه تمام. فانا كنت بهيئ لك الجو اللي انت عايزه وكنا نعمل منافسه بيننا كتجار من بعض. ايه هي المنافسه؟ انا كنت ادور على البامبرز بارخص سعر مثلا واروح اجيبه وابيعه باقل سعر عشان زميلي يغير مني الحق ده بيبيع لي البامبرز انت جبته منين انا جبته حته فين. وابتدى الموضوع يكبر بكده وكانت موضوع فتح البطاقات ان انا اضرب من عند اي تاجر دي كانت حاجه ميزه كبيره جدا. حضرتك انسان ما عندكش السلعه هروح لغيرك. حضرتك عندك سعر غالي هروح لغيرك. فكان اللي عنده سعر غالي وسلع مش كويسه كان اجبار عليه انه يرخص في السعر ويجيب سلع عاليه الجوده. فدي عملت منافسه ما بيننا وبين الشارع. اشتغلنا لغايه شهر 12/2015 جه الدكتور خالد حنفي قال لك لا انا هعمل قرار جديد ان انا بدال. وكنا بنيجي اخر الشهر على يوم 20 اخر منظومه العيش يوم 20 يوم 1 نعرف احنا صرفنا بكام على المكنه بعنا بكام للمواطنين 50,000 60,000 كل وقت تاجر وحسب شطارته والسوق بتاعه. وكان بعد ما يعادل 30 يوم 35 يوم 40 يوم كانت الحكومه تبعت لنا الهيئه 9/8 تبعت لنا فلوسنا على البنك على يوم النهارده بكذا ثاني يوم كذا كذا لغايه على يوم 45 كنا مخلصين فلوسنا خدناها. وكنا نبتدي نجيب تاني عشان الشهر الجديد داخل عليا. فكنا محسين المواطن. امتى حصلت المشكله؟ ما كنا محسين المواطن كل ما مواطن يخش يلاقي السلع التموينيه موجوده عند تاجر التموين يعمل المنظومه للحساب ده كله للدكتور خالد حنفي وده كان حقه لانه هو داخل عند تاجر التموين لقى كل المحل مليان ما يعرفش ان التاجر ده او طريقه التشغيل ازاي ماشيه ازاي. في شهر 12 الدكتور خالد حنفي قال لك لا انت ما تجيبش سلع انا هديك السلع. انت كنت انت اللي بتجيبها؟ انا اللي بجيبها. تمام. فتيجي تقولي في ازمه زي كنت بتصرف بعرف اجيب لان دي شغلتي التجاره. يعني ايه انا اللي هجيبها بقى؟ انا اللي هديك السلع بدل ما اديك فلوس انت بتجيب وانا اديك فلوس انا هديك السلع وانت تاخد هامش ربح. ده من امتى؟ ده من واحد طلع القرار في شهر 12. قعدنا مع الدكتور خالد حنفي افندم عندنا بضاعه موجوده انت مطالب مني في شهر واحد هشتغل بطريقتك. انا عندي بضاعه موجوده في المحل اللي هي انا كل شويه بخزن وبجيب عشان ما احسسش في يوم ان في نقص في محلي او المواطن لما يجي اذا كان يجي لي المواطن يطلب مني صنف انا مش موجود اكتب له ورقه بيه اقول له بكره تعالى خده. شوف وصل درجه ايه بكره تعالى خده. فكان يجي لي بكره اقول له الصنف بتاعك اللي انت طالبه مني هو جاي لك. فقعدنا معاه طب احنا عندنا بضاعه وعايزين طريق هتديني هامش ربح ايه؟ ما انا كنت ببيع كرتونه دي ب 10 جنيه بكسب فيها 5 جنيه. انت هتديني ال 5 جنيه؟ قال لي اهدي خلاص اتفضل ما عنديش مشكله ما انت في الاخر هتعوضني بس انا عندي بضاعه في محلي هنعمل فيها ايه؟ وانا هطالب ان انا هشتغل بضاعتك انت. قال لك هتعمل ايه؟ قال لي هاجل لك شهر. هبتدي معاك من شهر 2 اللي هو فبراير ده؟ اللي هو فبراير. تمام. اللي احنا اللي فات ده على طول. اللي احنا فات بالظبط معلش. ابتدينا وخلصنا في فبراير جينا في فبراير كان نزل خطه عمل اخر يوم صرف سلع تومينيه لتاجر التومين المخزن التومين اللي هو يوم 30 اخر نهايه الشهر 30/1 30 يناير ومن 1 انا ابتدي اصرف للمواطن. رحنا يوم 28/12 28 يناير معالي وزير التومين المخازن فاضيه وانا مطالب بعد يومين اشتغل كان في وجود قيادات وزاره التموين وفي وجود شركه القبضه. شركه القبضه احنا شايفين لا الدنيا زي الفل. يا فندم مفيش. انا اللي بقول انا الشارع مفيش حاجه مفيش حاجه زي الفل مين قال ان في حاجه زي الفل؟ معالي الوزير بصراحه راح اصدر معاونيه ان لازم ننزل معانا الشارع ونشوف المخازن. نزلنا لقينا الدنيا فاضيه. طيب خليني استوقفك عند النقطه ديت واستاذنك لان مشاركات المواطنين بدات الحقيقه معانا اتصال من استاذ مايكل من اسكندريه اتفضل. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا اتفضل. حضرتك انا كنت بتكلم بس بمناسبه مشكله التموين والاستاذ ماجد يمكن شرحها كويس اللي موجود عند حضرتك. بس هو في مشكله كبيره ان دلوقتي الوزير قال عمل منظومه كويسه جدا ويعني الناس كلها فرحت بيها وكله تمام بس جه في نقطه معينه ما عرفش ينفذها او اللي تحت ايده ما عرفش ينفذها. ايه هي؟ اللي هي توفير السلع التموينيه. تمام. لو احنا حضرتك بنتكلم ان احنا بقالنا 3 شهور ما فيش زيت ما فيش رز موجودين ولا في الجمعيات ولا موجودين بره قليل التموين. تمام. لو اتكلمنا في نقطه ثانيه ان حضرتك قال لك انا هوفر وانا هديكم وان شاء الله كل حاجه موجوده نيجي لارض الواقع تعالى النهارده انزل اسكندريه انزل لاي مخزن تموين كل يوم خناقه بين قليل التموين عشان يعرفوا يجيبوا شويه زيت او لما يجيب كرتونه الزيت يقول لك انا ما عنديش غير 10 كراتين كل واحد ليه ازازه تلاقي نفس حضرتك ان الناس بتضرب على الجمعيات
تيجي الجمعيات تروح له يقول لك النهارده انا بكلم حضرتك على النهارده، راحوا الجمعيات بيقول له انت مالكش عندي تاخد زيت، انت ان شاء الله في التموين بتاعك تاخد زيت، وتعالى ان شاء الله دلوقتي هتاخد كل معلبات. تمام انا فهمت قصدي حضرتك، بشكرك شكرا جزيلا. استاذ علي من المطريه اتفضل. ايوه اتفضل يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا استاذ شريف لا نوصل، احنا عندنا نقص الرز والزيت يا بيه، ما فيش خالص. تمام. ولا رز ولا زيت ولا اي حاجه، كل اللي كل موجود معلبات، حتى الشريحه اللي هي اللي احنا بنجيب بيها لو اتكسرت او حاجه ورحنا عشان نغيرها قعدونا 4 أشهر عشان نعملها. تمام. يعني الكمبيوتر ايه اللي شغال واللي احنا فيه ده، يعني هي المفروض ان احنا مسجلين على الكمبيوتر بيطلع لنا شريحه على طول، لا لازم يقعدونا 4 أشهر ويمشفرونا بال 20 مشوار، يعني نمشي من المطريه نروح سرايا القبة علشان نعملها 3-4 مرات. وصلت الصوره، شكرا جزيلا. طيب خليني اسمع من حضرتك دلوقتي، انت وصفت المشكله، ما كانش في نقص في السلع التموينيه، كانت وزاره التموين بتديني انا بتصرف وبنزل اشتري من السوق وببيع للمواطن من خلال الكارت اللي مع المواطن. جات وزاره التموين من شهر او شهرين قالت لكم لا انا مش هديك، انا همولك بالسلع. تمام. وهدي لك هامش الربح. الربح لغايه دلوقتي احنا مش عارفين هو هامش الربح اللي هو انتم مش عارفين لغايه دلوقتي. ما هو انتوا اصلا خدتوا سلع. ما القصه بقى ارد على استاذ مايكل لغايه كده. استاذ مايكل فعلا انت صح، لما جه القرار قال لك انا هديك السلع اصبح اللي خلاني انا مكتف الايدين مش عارف اتصرف مش هشتري. فيبقى العجز جاي منين؟ انا كنت الاول ما فيش عجز، بدليل من بدء المنظومه حتى شهر واحد ما فيش مواطن في مصر اشتكى على نقص السلعه. ليه؟ انا اللي كنت بجيب. انا اللي كنت بتصرف، لما قلت لي ما تجيبش ما تتصرفش انا اللي هتصرف لك، من هنا حصل النقص. انا ما عنديش. هدي لك منين؟ ما انا ما عنديش. طب قلت ليه؟ لما ما عملتش دراسه ليه الكلام ده؟ حسستنا ان الدنيا زي الفل وشهر، لدرجه قال شهر واستحملوني، احنا في شهر 3 شهر الثاني اهو. طب انا عايز اسال سؤال، ازاي يبقى في نقص سلع وانت تقدر انت كبقال تموين تجيب السلع؟ هقول لحضرتك. يعني الوزاره مش عارفه تجيبها وحضرتك اللي هتقول لحضرتك ليه؟ ما انا هقول لحضرتك ليه؟ انا كان عندي بدل التاجر مليون تاجر اجيب منه. الوزاره النهارده التاجر لما شاف ان الوزاره هي اللي هتتحكم قال لك خزن عندي. لما اشوف هو هيجيب مش هقدر اجيب، السوق عالي زي الرز ما هو عالي النهارده والزيت، وابتدى التاجر يطلع بالسعر العالي. حصلت من هنا الازمه. طب احنا كان في غنى عن الكلام ده كله. كانت السلع ايه؟ اول حاجه قلنا ان الموضوع موضوع الزيت عشان العوامل الجويه والدولار والتصدير والاستيراد. احنا الرز بنصدر. ايه مشكله الرز؟ طول عمرنا بنصدر الرز، ليه نقص الرز؟ لا له دعوه بالدولار ولا له دعوه بالتصدير، ده احنا اللي بنزرعه. النهارده الرز ارتفع جنيه، من قرار الوزير ده حصل مشكله نقص السلع، دي نمره واحد. نمره اتنين، النهارده ما فيش خطه عمل ماشيه خالص بسبب المنظومه الجديده. يعني تاجر التموين نفسه ما عرفش هامش ربحه كام. النهارده انت انا كنت بكسب في الكرتونه 10 جنيه، جيت تديني فيها 2 جنيه بس. وانا كان بيجي لي المنتج لغايه باب محلي، والمنتج اللي ما يعجبنيش، والمنتج لو افتح الكرتونه الاقي فيه علبه بايظه برجعه تاني. النهارده انا اروح اقف في الطابور زي المواطن اللي بيجي يقف عندي، واقف مع امين المخزن، واشوف امين المخزن هيتراضى ولا مش هيتراضى، هيديني زيت قد ايه، ويجي الراجل اللي هيشيل البضاعه هيتفق معايا الكرتونه ب2 وب3 جنيه. النهارده كرتونه الزيت بص عشان تجيني محلي 3 جنيه مشلع، وانا بكسب فيها 2 جنيه هدفع عليها جنيه. طيب خليني اخد استاذ عبد العظيم من اسيوط. اتفضل يا استاذ عبد العظيم. يا فندم لو سمحت، انا مقدم البطاقه عندي بدل ثالث بتاعت التموين. ايوه. وسلمتها يعني ما سلمتش تموين شهر 2 وادي شهر 3 هو وما اعرفش هتطلع انت. تمام، يعني ايه ما تعرفش؟ ما سالتش؟ ما سالتش، قالوا لسه ما جاتش. لسه ما جاتش؟ ما قالولكش هتيجي امتى؟ لا ما قالوليش. طيب البطاقه وبدل التالف ومشكله البطاقه دي اتكلم فيها مع حضرتك. مين معانا؟ استاذ محمد من الجيزه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. حضرتك انا بقالي اكتر من سنه عامل حوالات، مره عملت مره في شهر 3 وشهر 4 وشهر مش عارف ايه، اكتر من مره اعمل حوالات ويقول لي روح هناك استنى وتابع، ولحد دلوقتي ما طلعتش بطاقه. بطاقه التموين. اكتر من سنه. تمام. وحضرتك ورحت المكتب ورحت المديريه ويقول لي اعمل ورق جديد وبعمل ورق جديد. طب اعمل ايه تاني؟ اتصلت بمكتب الشكاوي اللي هو الرقم اللي هو 19280 ده. حضرتك انا يعني سجلته من 29/12 29/12 حضرتك انا هو بقى لنا شهرين وبتابع كل شويه اقول لي اعمل لك استعجال اعمل لك استعجال.
7 استعجالات يعني. التليفون الشكاوي ده اكنه مش موجود يا فندم. تمام ليه؟ يعني ما بيدونوش اي افاده خالص. ما بيردوش يعني؟ لا بيرد. حضرتك بترد عليا لانسه هي حافظه كلام بتقوله. اه حضرتك لسه ما جبناش رد من الوزاره. لسه ما جبناش رد من الوزاره. طب يا جماعه قول لي طيب يعني. لا لسه حضرتك هعمل لك استعجال. كل شويه تقول لي 7 ايام وبعد كده تابع. يخلص 7 ايام تقول لي هعمل لك استعجال تاني. طب اعمل ايه؟ طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الاستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزاره التموين معانا على التليفون. استاذ محمود انا برحب بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ شريف واهلا بكل مشاهدينا كده اعزاء. تحياتنا. الحقيقه انا في خلال الاسبوعين دول اصبحت بقى عندي خبره كبيره جدا في التموين يا استاذ محمود. ولنا الشرف يا استاذ شريف يعني. الشرف ليا. ربنا يخلي حضرتك. المشكله بتاعه البطاقه مشكله واضح ان هي يعني متكرره. ناس بتتكلم ونفس المده الزمنيه. فكره الاربع شهور والثلاث شهور علشان يستخرجوا البطاقه لو هم عندهم بدل تالف او حتى لو هو عايز يطلع بطاقه وما عندوش بطاقه اصلا بتاخد وقت كبير جدا. ولو حضرتك كنت سامعني هتلاقي المشكله بتاعه الرقم الخط الساخن اللي وزاره التموين عاملاه هو بالظبط المتصل وضح ملخص كده لاراء الناس. يعني بيقول لحضرتك هو الديباجه محفوظه لسه ما جالناش رد من الوزاره واول لما يجي لنا رد من الوزاره هنرد على حضرتك. هتكلم معاك بس الاول في النقطه المتعلقه بالبطاقه دي وايه اللي جرى فيها؟ ايه الحلول فيها؟ بالنسبه للبطاقات استاذ شريف زي ما قلت سعادتك قبل كده احنا فعلا عندنا عده الاف من البطاقات فيهم بعض المعوقات بسيطه ودي في ايديها بدل فاقد بدل تالف استخراج بطاقه تموين جديده تحويل من ورقي الى ذكي وده اللي تتعدى حوالي 50,000 بطاقه واحنا في تنسيق ما بيننا وبين وزاره الانتاج الحربي وبيتم حاليا حل هذه ازاله هذه المشاكل هذه البطاقات وان شاء الله خلال شهر مارس باذن الله يتم من استخراج كافه البطاقات لان احنا بنتواصل يوميا مع بطاقه هي حوالي 50,000 بطاقه من جمله 20 مليون بطاقه واحنا بنتواصل يوميا يمكن الدكتور خالد حارس بتواصل يوميا مع وزاره التنميه الاداريه اللي هي المسؤوله عن الثلاث شركات اللي مسؤولين عن استخراج بطاقات التموين الذكيه وفي تواصل بين ما بين وزاره التموين وبين هذه ومن وزاره التنميه الاداريه للعمل على استخراج كافه هذه البطاقات وتحويلها من ورقي الى ذكي او بدل فاقد او بدل تالي وان شاء الله خلال شهر مارس الحالي سيتم الانتهاء من كافه هذه المشاكل. طيب بالنسبه بقى للموضوع المتعلق بالسلع التموينيه ونقص السلع التموينيه، هنا ضيفي في الاستوديو الاستاذ ماجد نادي المتحدث باسم نقابه البقالين التموينيين قال نقطه مهمه، قال ما فيش نقص في السلع التموينيه وده يعني ضربه كده غيرت التفكير والمفهوم. قال المشكلة ان الوزارة هي عايزة توفر السلع وبالتالي التاجر الجملة احجم عن الموضوع وبيحوش. يعني القصة قصة تجارية مش مسألة نقص سلع او قصة تجارية وتنظيمية واجرائية مش مسألة نقص سلع. اولا استاذ شريف احنا لحد امس يعني احنا باب صرف السلع نقاط الخبز اللي هي السلع المجانية بصرف المواطنين مقابل تفويضه في استهلاك الخبز يبدا من يوم 1 حتى يوم 20 من الشهر الحالي. خلال اليومين الماضيين بس يعني اول امس والامس تم صرف سلع نقاط الخبز بقيمه 206 مليون جنيه من خلال 5 مليون و900 الف بطاقه. يعني شوف خلال يومين تم صرف سلع نقاط الخبز بقيمه 200 مليون و206 مليون جنيه. والباب مستمر لحد يوم 20. تمام. بل بالعكس كمان الدكتور خالد حنفي بيطالب المواطنين بعدم التزاحم على محلات البقاله التموينيه وفروع المجمعات السلكيه لان ده بيؤدي الى احمال على شبكه الكمبيوتر. الصرف مستمر لحد يوم 20، السلع الحمد لله موجوده وبيتم الضخ يوميا، ايضا في قرار من الدكتور خالد حنفي بالسماح للبقالين التموينيين بالحصول على احتياجاتهم من سلع نقاط الخبز لحد يوم 5 من الشهر الحالي. ده ايضا تيسيرا على البقالين عشان يتاح اكبر قدر من السلع للمواطنين. طيب استاذ يعني عايز بس استاذن حضرتك واخد رايك، تختار ايه؟ تسمع راي المواطنين ولا تسمع مداخله من الاستاذ ماجد معايا على في الحلقه؟ تبدا بايه؟ تحت امرك استاذ شريف. لا اللي حضرتك تبدا بيه يا استاذ محمود، اللي حضرتك تبدا بيه. كده جاهز وكده جاهز. اسمع الاثنين يا استاذ شريف. طب نسمع الاراء الاول وارجع لحضرتك. لا كل حاجه موجوده ولو حتى فلنفرض مش موجوده نقدر ان احنا نستحمل ما يجراش حاجه. في مناطق ما فيهاش لا زيت ولا رز، في مناطق فيها، المنطقه اللي انا فيها فيها رز وزيت فيها كل حاجه،
مش شرط ان احنا نعمل ازمه ونعمل عليها مشكله يا جماعه، نصبر، احنا عايزين نخلي بلدنا تنهض مش عايزينها تقع. في مشاكل فعلا، وبعدين احنا الشهر اللي فات دافعين فلوس في لما بنروح نجيب بقيه العيش النقط بياخد مننا فلوس بتاع التموين، بيقول ده مش دي مش للوزاره، ده نقل المواصلات اللي يعني العربيات اللي بتجيب الحاجه. الزيت اللي شح اصلا خالي، الزيت اللي احنا بنشتريه من بره دلوقتي، الزيت بنشتريه ب 13 جنيه 15 جنيه ب 12 جنيه كده هو، طبعا الزيت اللي انت بتاخده زيت ذره زيت سيله زيت كده فهمتني؟ لكن بتاع البطاقه اللي هي بتاع البطاقه ده احنا انا باخد التموين اللي فيها. السلع التموينيه كانت متوفره لغايه فتره قريبه، هو بس انقطاع الزيت بس، اما السكر والرز متوفر ولكنه حاليا داخل التموين هو غالي طبعا على الفرد العادي. وبصراحة أنظف مشروع اتعمل لغاية النهاردة مشروع التموين بصراحة، يعني أنا كرب أسرة، أسرتي من 6 أفراد، ما بحتاجش لأي حاجة من بره، الزيت أو السكر أو المنتجات التانية دي برضو كانت طفرة فعلا في عهد الرئيس السيسي بصراحة. يعني عملية نقص السلع ما فيش نقص ولا حاجة، اللي أنا شايفه أن في تأخير بعض الوقت، إنها مش نقص السلع، بدليل أن مروح المجمعات والمناطق السلع التموينية بلاقي كل شيء متوفر. وزارة التموين دلوقتي حاليا كانت في الأول فاشلة، كانت بايظة خالص فعلا، لكن حد كان الناس توابير على إيش، حد يعرف يجيب إيش خالص فعلا، تموين ما كانش فيه تموين كويس، لكن دلوقتي يعتبر بقت 60-70% عن الأول. تموين بيقولوا الناس تروح تجيبه، اذا كان بقى في نقص دي بقى مش كل حاجه نعمل مشاكل، ايه المشكله يعني لما يكون نقص في سكر شويه او في الرز شويه انت هتكمل هتجيبه من مجهودك، مفيش مشكله. تمام، خليني اسمع راي حضرتك يا فندم استاذ محمود دياب متحدث باسم وزاره التموين، في اراء ايجابيه. الحمد لله. بص يا استاذ شريف، بالنسبه للمدام اللي قالت ان بتروح تجيب سلع نقاط الخبز وبتدفع فلوس، المفروض سلع نقاط الخبز مجاني، المواطن ما يدفعش مقابلها اي فلوس. وفي الحاله ديت المفروض تقدم شكوى لمكتب التموين التابع ليها لو البقال التمويني اخذ منها فلوس مقابل سلع نقاط الخبز. اما بالنسبه للزيت، الزيت حضرتك انواع، في انواع من في نوع كهرمان، في حتى الانواع اللي هي الشهيره من القطاع الخاص، فبالتاكيد تبقى اسعارها متفاوته. اما من موضوع نقص الزيت، الحمد لله دلوقتي احنا بنضخ كميات كبيره من الزيت، ان شاء الله خلال ايام النقص ده هيستعوض، لكن في زيت، لكن يعني اللي بيقولوا ما فيش، لا هو في زيت بس مش بدرجة 100%. الحمد لله دلوقتي ملك ساعتك يعني التقرير اللي جايبه الحمد لله ايجابي، وان شاء الله هيبقى ايجابي على طول باذن الله، ونتلافى اي معوقات تعوق المواطنين في الحصول على كافه احتياجاتهم. في نفس الوقت الست الازمه اللي ما حصلتش على حصتها من الزيت، في قرار من الدكتور خالد حنفي وزير التموين بالسماح للمواطنين اللي لم يصرفوا كامل حصتهم من المقررات التموينيه خلال شهر فبراير بصرفها مع مقررات شهر مارس الحالي. طيب خليني استاذن حضرتك برضو استاذ محمود، انا عايز استغل وجود حضرتك يعني اقصى استغلال ممكن. فاستاذ ماجد نادي المتحدث باسم نقابه البقالين التموينيين بالتاكيد هيكون عنده تساؤلات ممكن يطرحها في وجود حضرتك، اتفضل. استاذ محمود ازيك؟ اهلا بيك يا فندم. اخبار حضرتك؟ حضرتك قلت ان احنا ضخينا حوالي ب 200 مليون و6 206 مليون 6 مليون سلع بدل نقاط الخبز، صح؟ مظبوط، اتصرف المواطنين صرفوها حتى مساء امس، يعني خلال يومين. لا ده حضرتك المواطن صرف المبلغ ده بالظبط كده. طب يا فندم انت عندك حضرتك اليات انت وردت تديني المخازن بتاعت الجمله؟ بالتاكيد احنا يوميا يا استاذ ماجد بنتابع التوريدات يوميا، من سواء من قبل الشركات التابعه للشركه الخاصه للصناعات الغذائيه او من قبل الموردين من القطاع الخاص، بتجي لنا بيانات يوميا، لان ده نظام كمبيوتر التوريد بيتورد واحنا بنسجل. تمام، انا اقول لحضرتك بعيد عن الكمبيوتر وبعيد عن الحاجات دي، انت راجل وطني وانا راجل وطني، استاذ شريف راجل وطني، احنا ناخد بعضنا، حضرتك تتطوع وانا اتطوع، والاستاذ شريف يبعت كاميرا من عنده، احنا الثلاثه ننزل مع بعض على مخازن كده موحدين، ولا وزير يروحها ولا حد يروحها، وناخد راي نمسك امين المخزن نزل لك قد ايه وصرفت قد ايه منه، ده يبقى تبرع مني ومن حضرتك، عشان ما نقولش ده بيان ومش بيان، لا ليا دعوه بورق ولا ليا دعوه بالكلام، انا ليا دعوه باللي احنا ننزل نشوف الحاجه على ارض الواقع. انا عاوز اسالك سؤال، انت صرفت السلع من خد بتاعتك ولا لا؟ انا ما صرفتش غير 20%، ما ده دليل ان بقول لحضرتك ناخد بعضنا وننزل. انت على فكره بص الشهر اللي فات انت وارجوك اقول حاجه على حاجه بس يا استاذ محمود، معلش خلينا نسمع بس استاذ محمود عشان على التليفون حضرتك، في اتفضل يا استاذ محمود. اولا ماجد نادي الشهر اللي فات قال ما صرفش، واتضح انه صرف سلع ب 100% وبزياده فوق منها 20,000 جنيه زياده كمان عن السلع المخصصه له، وهو داير يلف على قنوات وعمال يقول المخازن فاضيه، والمخازن موجود فيها السلع
بس ممكن يكون في المخزن ما يبقاش فيه نقص يا استاذ شريف، لان المخزن يعني نظامه انك تورد له وتصرف منه. معايا حضرتك؟ ايوه مع حضرتك. نعال تعال اي مخزن من المخازن الموجوده سواء في الدول الحمراء سواء في الامريكيه او المخازن الموجوده، السلع موجوده فيها والسحب منها يوميا من قبل المقاولين التموينين، بدليل ان التقرير اللي عرضته استاذ شريف ما دام بتقول صرف احتياجاتها من السلع من فرق النقاط السلع موجوده. هم عاوزين يرجعوا للنظام القديم، انا بقول له يا ماجد مش هنرجع للنظام القديم، احنا النظام ده بيصب في صالح المواطن. تمام، لا عوده للنظام القديم مره ثانيه المتعلق بان البقال التمويني يشتري والحكومه تحاسبه، لا الحكومه هي اللي بتدي له السلعه. بعد اذن حضرتك يا استاذ محمود، اول حاجه ما اسمحلكش تقول انا عمال الف على القنوات. لا عفوا ثواني بس، ما اقولش انا بلف، انا ما باخدش انا ما باخدش مقابل عفواً عشان تقول انا بلف. انا بحترم كل ضيوفي. لحظه 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 لا مش بلف، ما ينفعش الشريك انا بلف. لحظه لحظه يا استاذ ماجد، اسمعني بس خليني يا استاذ ماجد، ما انا مصح، انا عايز اتكلم في صلب مصلحه المواطن. ماشي امين خلاص انا معاك يا استاذ محمود. حضرتك بتقول انا بقولت ان انا ما قلتش انا ما خدتش ب 100 حصلت 100%، ما حصلش. انا قلت في مداخله مع الاستاذ احمد موسى وحضرتك كنت موجود ان صرفت ب 100%، بس لما انا صرفت انا بتكلم عن 26,000 بقال تموين ما صرفوش ب 20,000 جنيه زياده. باشا بعد اذنك انا ما قلتش، انا قلت لك خدت، انا بقول لك خدت 100%. عايز اسالك سؤال، ثواني بس انا سبتك تتكلم. 20,000 جنيه ولا لا؟ ممكن تسمعني؟ اساتذه حضراتكم برضو طلعتوني بره الموضوع الاصلي موضوع المواطن ودخلنا في قصه شخصيه وانا ما عنديش وقت. تمام حضرتك خلاص قول لي سؤال فني يا فندم، ننزل مع بعض. الشارع اللي يقول مش لا انا لا انا ولا ورق يقول ولا هو حضرته يقول، وما اظنش ان استاذ محمود هيمنع، هو راجل وطني زي ما حضرتك قلت. ننزل مع بعض، حدد الوقت والمكان وانا مع حضرتك، وننزل على المخازن، مخازن عشوائيه بتخدم اعداد رهيبه من المواطنين، نعمل بيانات بس مش اكتر من كده. انا بص حضرتك يا استاذ شريف، اتفضل لو سمحت حضرتك من غير انا او اي حد، انزل بكاميرتك. تمام. اطلع على المخازن الموجوده وشوف السلع الموجوده فيها، وانزل على البقالين التموين شوفوا صرفوا صالح نقاط خبز المواطنين ولا لا. هو لغايه اول امبارح، لغايه امبارح اول امبارح استاذ شريف كل يوم كان بحلقه، ما فيش حلقه واحده طلعت ان في حاجه ايجابيه. والتقرير اللي استاذ شريف عرضه النهارده ده عرض مواطنين ولا عرضش مخازن؟ خد بالك بس ان التقرير ما اتعرض لمواطنين وما اتعرضش للمخازن ولا تجار تموين، خد بالك من الحته دي يا استاذ العزيز. خد بالك ان التقرير اللي اتعمل دلوقتي اتعمل لمواطنين في الشارع عاديين، وفي منهم اللي قال ان ما خدش الرز وما خدش الزيت. انت بتتكلم ان انا ضخيت في المخزن، حضرتك التقريرات اللي جات لغايه اول امبارح لغايه الاسبوع اللي فات ما فيش مخزن وما فيش بقال تمويني انا استلمت حصه 100% لغايه دلوقتي. ما حضرتك التوريد بيبقى يوميا عشان يعني ايه؟ هقول لحضرتك حاجه، انت بتعرف يا استاذ محمود ان مفيش مواطن صرف تموين؟ كل ده نقط عيش؟ انت صرفت حاجه تموينيه لغايه دلوقتي؟ مش دلوقتي بتصرف، المفروض تصرف سلع نقاط خبز، مش احنا بنحدد مش هي من يوم 1 ليوم 20؟ والتموين من امتى لامتى يا فندم؟ التموين برضه بيتصرف، ما هيبدا ممكن من يوم 10 المواطنين هيصرفوا سلع. لا 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 ثواني بعد اذن حضرتك، انت عندك حاجه تقول ان التموين بيتصرف يوم 10؟ التموين عند حضرتك بيتصرف من يوم 1 يا فندم من بدايه الشهر. انت دلوقتي حضرتك بتصرف تموين ولا بتصرف سلع نقاط؟ المفروض انا بصرف الاثنين مع بعض من يوم 1. المطر ما يجيش يجيبهم مرتين يجيبهم مره واحده. خبز. انت دلوقتي بتصرف سلع نقاط خبز؟ يا باشا دلوقتي المفروض انا اصرف الاثنين مع بعض، يعني ايه نقاط خبز وايه تموين؟ المواطن جاي بالبطاقه بضرب له الاثنين. انت الشهر اللي فات صرفت السلع على نقاط الخبز ولا لا؟ صرفت نقاط خبز وتموين مع بعض. صرفت بقيمه كام؟ صرفت ايه؟ انا؟ اه تومين ولا عيشه مش فاهم. سلع نقاط، صرفت سلع نقاط خبز المواطنين بكام؟ انا صرفت ب 100%. بكام؟ قيمة كام؟ قيمة 180,000. طيب وفي غير صرف ثواني بس عشان كل ما تعلق في البرنامج، انت 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 ما انا قلنا ده المنافسه اللي كنا بنعملها. انا كنت عامل منافسه لكل المواطنين، حبوا يجي لي بديكم سعر رخيص ومنتج جيد. في غير ما صرفش ب 20,000 لان ما لقاش بضاعه. دلوقتي قال لحضرتك النظام ده مش هيرجع، مش عايزينه يرجع. انا مش عايزه يرجع. طيب انا مش عايزه يرجع. في تاجر هامش تاني. انت حددت هامش الربح، حددته لماجد. طيب انا حددته للتاجر. تمام لحظه بس بعد اذن حضرتك استاذ ماجد. استاذ ابراهيم برضو تاجر سلع تموينيه وبرضو حابب يعمل مع حضرتك مداخله. معلش يا فندم احنا بناخد من وقتك كتير، بس يعني وجود حضرتك مهم. اتفضل يا استاذ ابراهيم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي معاك يا استاذ شريف؟ الحمد لله اتفضل. معاك الاستاذ محمود دياب. يا فندم انني بناشد الاستاذ محمود دياب المستشار الاعلامي. احنا 265 بقال مستجد على مستوى محافظه الغربيه. من شهر 10 مسجلين لدى الوزاره يا فندم ولدى مكاتب التموين، لحد النهارده ما استلمناش المكن من شركه فريست دادا ايجيب فرع طنطا.
اناشد الاستاذ محمود دياب المستشار الاعلامي ان اتدخل لنا لما الشركه كده. معلش احنا لحد النهارده ما استلمناش المكن. معلش ما استلمتش ايه تاني؟ ما استلمناش المكن واحنا مسجلين لدى الوزاره من شهر 10 بقال تموين. مكن اللي هو صرف النقاط السلع التموينيه. لا لا مكن التموين يا فندم ما استلمناهاش. مكن البطاقات. ايوه يا فندم. طب شكرا جزيلا. 265 بقال مستجل. اتفضل يا استاذ محمود. اللي هو التاجر اللي من طنطا بيتكلم على المكنات دولت عدد حوالي 285 بقال تمويني مستجد. مستجد دولت بعد خد بعد ما خد الموافقه احنا شركه الاستثمارات اللي هي المسؤوله عن المكنات هي بتوفر لهم المكان. هو في شحنه جايه ان شاء الله قريبا باذن الله لان احنا عندنا مش بقالين جداد فقط لكن في ايضا مخابز جديده بتفتتح فاحنا من خلال الشركات بنوفر لهم الماكينات. انا بطمنه ان شاء الله خلال ايام قريبه باذن الله في شحنه جايه حوالي اكثر من 6000 ماكينه بيتم توزيعهم على اصحاب المخابز واصحاب محلات البلد التموينيه اللي تم الموافقه عليهم لبدء ان يحصلوا على هذه الماكينات لصرف السلع للمواطنين او صرف الخبز للمواطنين. استاذ محمود 6500 حضرتك بتقول؟ حوالي 6000 ماكينه. 6000 ماكينه. طيب اخر سؤال بس قبل ما اشكر حضرتك على وقتك شكرا جزيلا. حضرتك حددت هامش الربح للبقال التمويني في السلع اللي بياخدها من الحكومه من الوزاره يعني؟ بالتاكيد كل سلع يا استاذ شريف متحدد لها هامش ربحها يعني مش نسبه ربح على الاجمال لا لكل سلعه لها هامش ربحها وبتبلغ بقى البقال اخر الشهر بيتم صرفها يوم 10 من الشهر اللي بيسبق صرف السلع النقاط. بيتبلغ بيها يوم 10 في الشهر؟ بتتصرف يوم 10 من الشهر التالي لصرف السلع. بتتصرف يعني من يوم 10 يعني سلع النقاط بتاعت شهر فبراير اللي بقال صرفها تتصرف له في 10 مارس. تتصرف له بدايه من 10 مارس. تمام. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمود دياب المتحدث باسم وزاره التموين. واحنا هننزل يوم السبت علشان نشوف موضوع المخازن والسلع التموينيه. مش تفتيش ولا حاجه بس احنا ولا 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 دي اتجاهنا بس رغبه في ان احنا نطمئن ونطمئن المواطن واذا كان في اي نوع من انواع السلبيات نحاول ان احنا نوصلها لوزاره التموين. انا بشكر حضرتك استاذ محمود دياب الحقيقه هو من اكثر المتحدثين باسم الوزارات تعاونا مع الاجهزه الاعلاميه المختلفه وسائل الاعلام المختلفه وموجود الحقيقه ف بغض النظر مفيش حاجة كلها إيجابية بنسبة 100% أكيد في سلبيات في أي منظومة بس كل الشكر لوجود حضرتك معانا. أستاذ ماجد اتفضل. هو أنا بس عايز أقول كل ما أستاذ محمود دياب بيتكلم مش هرجع للمنظومة القديمة. يا عم مش عايزك ترجع. والله ما عايزك ترجع. خلاص بقى بس مش عايز نتكلم في المنظومة الجديدة واللي يخوفك إيه من المنظومة الجديدة؟ اللي مخوفني المنظومة الجديدة المواطن جاي كل يوم يمسك فيا جاي يمسك في رقبتي ما أنا فين حاجتي؟ ما هو المشكلة فين حاجتي؟ ولما نلاقي من تصريحات الأستاذ محمود دياب عكس كده نازل يمسك فيها أكتر. يا عم ده الوزارة بتقول إن كل حاجة عندك، ده في الصعيد كله متدمر زيت، في تاجر بيكلمني مركز بندر الأقصر وهنا صرف كل واحد 40 كرتونة. ده اللي عندهم. والباقي خدوه سلع تانية خالص حلويات ومربات. طب يقول لك صرفت 100%، أيوه 100% إيه كام صنف؟ ما لازم يبقى في فكر. أنا كنت بس بجيب حاجات 100% 100,000 صنف. انت النهارده بتديني خمس اصناف تقول لي متصرف 100% هي القصه قصه صرفت 100% ايه ولا صرفت كام صنف. تمام. دي نمره واحد. نمره اتنين الاستاذ محمود دياب يعني مش عايزه كل ما يتكلم يا باشا زي ما انت بتناقش قضيتك انا بناقش قضيتي زي ما انت بتدافع عن وزارتك انا بدافع عن جمهور بقاليه التموين. طيب خليني وعايز اكرر بعد اذنك مش عايز ارجع للمنظومه القديمه عشان ما حدش كل ما يتكلم يرجع على المنظومه القديمه انا مش عايز ارجع اديني هامش الربح اللي انا كنت باخده النهارده انت بتقول لي ادفع مشاريات طب انا كنت بجيب الحاجه لغايه عندي هتحط لي حق المشالات؟ النهارده بروح اقف وبدفع امين المخزن، هتحط لي فلوس امين المخزن؟ انت حطيتني النهارده حتى امين المخزن النهارده قبل ما تيجي السلع بيعمل لي جدول. فين الكلام ده؟ طيب. استاذه نصره من الجيزه اتفضلي. مساء الخير يا استاذ شريف. مساء النور يا فندم. ازاي سعادتك اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فندم اتفضلي. دايما يا رب، اشكرك جدا على التوضيح بتاع التموين بس انا مواطنه من 90 مليون، انا عايزه اقول لك ان منظومه التموين من اجمل الاشياء اللي اتعملت وحقيقي موفره لنا كتير بصرف النظر عن فيها حاجات صغيره سلبيات ودي مش مشكله، يعني انا لما اصرف النهارده وفي حاجه تكون ناقصه او حاجه لكن وفرت لي كتير وكفايه ان انا باخد الحاجه اللي انا عايزاها وبتوفر لي ان انا ما بدفعش ولا مليم، وعايزه اقول لك على حاجه تاني ان انا بصرف التموين والعيش
من مكان واحد وصرفتها يوم واحد في الشهر، وكل الحاجة اللي أنا بحتاجها صرف النظر برضو عن إن في زيت إن هو شاحح شوية، بس ده برضو ما يجراش حاجة. وصلت الصورة. أنا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا، بعتذر لضيق الوقت. أستاذ إسلام من أسيوط. أستاذ إسلام، طيب أنا كلمة أخيرة لأن هشكر خلاص. لا فعلا أستاذ نصر زي ما قالت دي حقيقة. بس أستاذ نصر فعلا التاجر اللي صرف لك التومين العيش أصلا ما استلمش التومين، هو مش عايز يجيب المواطن غير مرة واحدة. عايز يجيبه زي ما أنا لسه بقول محمود دياب. أنا مش عايز أجيب المواطن غير مرة واحدة. أنا هي كل المنظومة اتحطت في إطار اللي أنا اللي كنت بشتري، وانا اللي نجحت المنظومه. انا اول شريك قبل الدكتور خالد حنفي، ان انا اللي كنت بجيب لك الحاجه. وفي حضرتك يا استاذ نصر لما كنت بتيجي تضرب البطاقه تضرب التومين والعيش مع بعض، كنت بتاخدي من عند انا قبل ما بتاخدي من الوزاره. لما جه القرار اتغير، ادينا وقعنا في المطب اللي احنا بنتكلم عليه. نمره واحد، ثواني اقول كلمه صغيره. والله وقتي خلص حضرتك. الوزاره لو ليها جنيه عند المواطن عند التاجر بتقول له الشهر الجاي مش هصرف لك لما تدفع فلوس اللي عليك. انا ليا 240 مليون جنيه من 2014 حتى 6/2015 ما خدتهمش لغايه دلوقتي. انا ليا 240 مليون جنيه كشخص ولا لا عندي بقالين تومين على مستوى الجونه 25200 بقال تومين ليهم 240 مليون جنيه مش عارفينهم فين. تمام. وكل ما نخاطب حد ما حدش عايز يقول لنا عليهم. طيب انا وصلتني الصورة. خلاص احنا اتفقنا، وصلتني الصوره وهنرتبها مع فريق الاعداد وهنبلغ طبعا الاستاذ محمود دياب. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ ماجد نادي المتحدث الرسمي باسم نقابه البقالين التموين، شكرا على وجودك معنا، شكرا على الفكره والرؤيه اللي حضرتك طرحتها والتخوفات. كمان شكرا للاستاذ محمود دياب كان ضيف اكيد معنا في وجوده من خلال الاتصال التليفوني. بشكر كل الساده المشاهدين اللي اتصلوا وتواصلوا معنا في المشاكل، بعتذر ان احنا ما قدرناش نرد في النهايه، الوقت عندي دايما محدود. انا بشكر حضراتكم وقابلكم الساعه 4 في الجوله الثانيه من عين على البرلمان وقضايا المواطن. الى اللقاء.